بين خيول الشوط الحادي عشر. كريم البرجينيو ابن رشيد مهاجم برشلوني اتجاه عناد وابن رشيد الصخرة. نطلب من ملاك مدربين خيول الشوط الحادي عشر بتوجيهها الى الميدان باسرع وقت ممكن. اذا اول الوافدين الى الميدان بالشوط الحادي عشر اتجاه ابن الفحل شباب جمال والام نايلوس المالك والمدرب متعب غرفات. سيقود الخيال ابراهيم غرفات. ابن رشيد ابن الفحل رشيد الناصر والام نواره. المالك عوض ابو راس تدريب الصولات على ابو جبل. سيقود الفارس اياس ابو جبل. كريم البرجينيو بانتظار دخول مهاجم برشلوني. عملية الإحماء كريم البرجينيو ابن الفحل برجينيو والأم عبية. المالك طارق حجيرات المدرب غازي حماد على صهوته الفارس سلمان الأعسم. يليه ابن رشيد ابن الفحل رشيد الصخرة الأم بنت نور شمشوم. المالك رائد غدير المدرب سفيان غدير على صهوته الخيال بزيو. اياس ابو جبل على صهوة ابن رشيد ابن الفحل رشيد الناصر والأم نوارة. المالك عوض ابو راس تدريب استبلاط على ابو جبل على صهوته الفارس اياس ابو جبل. اذا اتجاه ابن الفحل شباب جمال والام نايلوس. المالك والمدرب متعب غرفات على صهوته الفارس ابراهيم غرفات. تتويج خيول الشوط الحادي عشر اصحاب المراتب الثلاث الاولى بالشوط الحادي عشر يتوجها العم سليمان تركمان ابو الوليد. هذا الانطلاق ياخذ موقعه النهائي مع الخيال ابراهيم غرفات. خيول الشوط الحادي عشر داخل جهاز الانطلاق كريم البرجينيو ابن رشيد اتجاه وابن رشيد الصخرة. شوط الفئة الثانية على ميدان الاحلام لحظات لاطلاق شوط الفئة الثانية. اذا بالفعل انطلقت خيول الشوط الحادي عشر على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لابن رشيد الصخرة مع بزيو ينتزع صدارة هذا الشوط. ابن رشيد مع اياس ابو جبل بالمرتبة الثانية وكريم البرجينيو بالمرتبة الثالثة. خيول الشوط الحادي عشر بسرعة ثلاثي على صدارة الشوط كريم البرجينيو وابن رشيد الصخرة الان بدخول ثنائي قرابة المنعطف الاول بوثيرة عالية بالمراحل الاولى من هذا السباق. سلمان الاعصم وبزيو تدخل خيول الشوط الحادي عشر نحو المنعطف الاول.
الهلال كريم البرجينيو مع سلمان الآسم وابن رشيد مع بزيو بصراع على صدارة الشوط. خيول الشوط الحادي عشر ما بين المنعطفين ابن رشيد وكريم البرجينيو. تتقدم كريم البرجينيو نحو المنعطف الثاني بصدارة الشوط. سلمان الآسم على صهوة كريم البرجينيو يدخل المنعطف الأخير. يكود خيول الشوط الحادي عشر نحو الخط المستقيم. ابن رشيد يندفع من الداخل. كريم البرجينيو وابن رشيد بصراع من البداية. كريم البرجينيو وابن رشيد. سلمان الأعسم وبزيو بصراع على صدارة الشوط. كريم البرجينيو وابن رشيد. كريم البرجينيو يقبل بصدارة الشوط. كريم البرجينيو وابن رشيد. وابن رشيد الناصر يندفع. كريم البرجينيو وابن رشيد. كريم البرجينيو بصدارة الشوط الحادي عشر. ابن رشيد بالمرتبة الثانية. وابن رشيد الصخرة بالمرتبة الثالثة. الأولى بالشوط الحادي عشر كانت من نصيب الحصان كريم البرجينيو من الفحل برجينيو والأم عبية. المالك طارق الجيرات المدرب غازي حماد على صهوته كان الفارس سلمان الأعسم. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك لطارق الجيرات. مبروك للمدرب غازي حماد بقيادة الفارس سلمان الأعسم. العم سليم تركمان أبو الوليد. العم سليمان تركمان أبو الوليد يتوج صاحب المرتبة الأولى بالشوط الحادي عشر كريم البرجينيو. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك لطارق الشيخ. مبروك لغازي حماد. مبروك لكريم البرجينيو صاحب المرتبة الأولى. صاحب المرتبة الثانية كانت من نصيب ابن رشيد ابن الفحل رشيد الناصر والأم نوارة. المالك عوض أبو راس تدريب استبلاط آل أبو جبل كان بقيادة الفارس أياس أبو جبل يتوج العم سليمان تركمان أبو الوليد. مبروك ألف ألف مبروك. أما صاحب المرتبة الثالثة فكانت من نصيب ابن رشيد الصخرة ابن الفحل رشيد الصخرة. المالك رائد غدير المدرب سفيان غدير والقيادة كانت لبزيو يتوج العم سليمان تركمان أبو الوليد. مبروك ألف مبروك. مبروك رائد غدير. مبروك. وصلنا من الأخ أكرم عراودي أبو العدنان تحذير للفارس بزيو.